أين كنت الساعة 2 الظهر يوم 10 من رمضان 73؟ في هذا الوقت أنا كنت رائد في جهاز مباحث أمن الدولة فرع القاهرة، وتلقينا الخبر قبل حدوث الأول بيان بحوالي ساعة إن في رفع درجة استعداد وفي تأهب لموضوع كبير غير عادي. كلنا كنا نازلين وجاهزين عشان تنفيذ أي مهام تسند إليها في هذا الوقت. كيف نستفيد من تلاحم الشعب والجيش والشرطة أثناء العبور العظيم وأثناء نصر أكتوبر العظيم؟ إزاي محتاجينه دلوقتي؟ نعمل إيه؟ ده إحنا في أمس الحاجة في الأيام الصعبة اللي بتفوت علينا في الجبهة الداخلية دلوقتي، إن إحنا نتوحد ونكون إيد واحدة نتجاوز بيها الأعمال اللي بتدبر لمصر في الفترة الحالية، وإن شاء الله توحد الشعب والشرطة والقوات المسلحة هو الأمر اللي إحنا بنتمناه إنه يخرج بينا من الأزمة اللي إحنا فيها إن شاء الله بإذن الله. عدد المكرمين في النهاردة هم حوالي حاجة 30 من أعضاء النادي من أبطال حرب أكتوبر. 37 على وجه التحديد، بخلاف سيدة جيهان السادات حرم الرئيس أنور السادات، والحاجة سماح حرم المشير إسماعيل الله يرحمه، والدكتورة هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، والدكتور طارق محمد عبد القادر حاتم نجلة الدكتور حاتم. لكن أكيد في كتير من أعضاء النادي من أبطال أكتوبر، بس مش هتلقى هتاخدهم كلهم مرة واحدة. والله إحنا أعلننا بأن 3 أسابيع للسادة الأعضاء من ضباط قوات مسلحة في أماكن مختلفة في النادي إنهم يتقدموا لتسجيل أسمائهم، واللي تقدم سجل فورا. لكن إحنا عارفين إن في أبطال آخرين ما جات لهمش الفرصة إنهم يتم تسجيلهم عشان نحتفل بيهم النهاردة، لكن إن شاء الله في سنوات قادمة ممكن تعويض الاحتفال ده بإذن الله. إن شاء الله. ما عرفش حضرتك أمين الصندوق، ونما إن علمي إن النادي ما تكلفش حاجة، إن كل ده أعضاء النادي هم كلهم اللي ساهموا. الحقيقة حب أعضاء النادي لناديهم، إحساس أعضاء النادي بنصر أكتوبر وأثره اللي نقلنا للي إحنا فيه دلوقتي، دفع السادة الأعضاء إن هم يساهموا في إخراج هذا الحفل عن نحو اللي ستكشافه إن شاء الله النهاردة بإذن الله. أحياتي للواء عاصم عباس، وأتمنى إن إحنا نخش سوا ونشوف الليلة هتتم إزاي. ولا يهمك يا مصري من الإرهاب يا مصري.